ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن 15 أمرا تنفيذيا خلال أول يوم له في منصبه، بعضها يلغي قرارات وسياسات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وتهدف بعض الأوامر إلى إجراء تغييرات في استجابة الولايات المتحدة لجائحة كورونا وتخفيف الضغوط المالية على الشعب الأمريكي الناتجة عن الوباء، فيما يستهدف بعضها بشكل مباشر إلغاء سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والبيئة والتعداد السكاني وغيرها. ووقع بايدن أمام حدثات المصورين وفي حضور الصحفيين ثلاثة إجراءات تنفيذية تخص فرض ارتداء الكمامات في المبادئ الفيدرالية وزيادة الدعم للمجتمعات المحرومة وإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيفر ساكي في بيان إن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد إعلان إجراءات تنفيذية إضافية تفي بوعود الرئيس المنتخب بايدن للشعب الأمريكي. ولم تتضمن القرارات التنفيذية التي أمضى عليها الرئيس المنتخب جو بايدن أي قرار يخص مغربية الصحراء أو قضية الصحراء المغربية، عكس ما يروج إليه الإعلام المفلس للجارة الشرقية وربيبتها البوليساريو. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.